السلام عليكم، معكم قناة أنمي سبيس في مقارنة جديدة. اليوم مقارنة بين أنمي موب سايكو وأنمي وان بانش مان. ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. وكما اعتدنا المقارنة من 5 مراحل: التقييم، رأيي في القصة، بناء القصة، الإنتاج، والذي أدى التصنيفات المشتركة أفضل. أولا معنى التقييم، وتقييم أنمي وان بانش مان هو 8.64، أما موب سايكو فهو 8.5، وهكذا النتيجة 1 لا شيء لوان بانش مان. وننتقل لرأيي في القصة. قصة أنمي وان بانش مان عن سايتاما، الشاب العاطل عن العمل الذي كان يبحث عن عمل حين صادف في طريقه وحشا في هيئة سلطعون. الوحش يبحث عن طفل عبس معه حين قرر سايتاما إنقاذ الطفل بعد أن تردد قليلا لأن الطفل قبيح، ثم يتخذ البطولة هواية له ويحاول أن يصبح أقوى، ثم تحدث العجائب. أما قصة موب سايكو فهي عن فتى موب الذي سينفجر إذا وصلت قدرته العاطفية إلى 100%. هذا الفتى ذو القوة النفسية امتلك لقب موب، وقام بكبت قدرته النفسية حتى يتمكن من العيش بشكل طبيعي ويقوم بعمل صداقة مع زميلته في الصف. فرأيي أن قصة وان بانش مان فريدة ووحيدة من نوعها، فهكذا النتيجة أصبحت 2 مقابل لا شيء لوان بانش مان. وننتقل لبناء القصة، فبناء قصة موب سايكو كان أفضل لأن وان بانش مان بني قصته على فلاش باك، وهكذا النتيجة 2 مقابل 1 لوان بانش مان. وننتقل للإنتاج، فإنتاج الأنميين أكثر من رائع، ولكن بما أن رسام مانجا وان بانش مان مورتا فبذل الأستوديو مجهودات كبيرة في الإنتاج، فتذهب هذه النقطة إلى وان بانش مان، وتصبح النتيجة 3 مقابل 1 لوان بانش مان. وأخيرا الذي أدى التصنيفات المشتركة أفضل، والإثنان اشتركا في الأكشن وخارق للطبيعة وكوميديا، وتذهب هذه النقطة إلى وان بانش مان أيضا، وهكذا أصبحت النتيجة 4 مقابل 1. وهكذا يصبح وان بانش مان أفضل من موب سايكو في هذه الأشياء. وفي النهاية لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وذكر المقارنة التي تفضلون تنزيلها في القناة.